مرينا بفترة صعبة جدا ما بين الجو شوية يقلب حر شوية برد، كان الواحد يعني أنا شفت ناس بتصيف يعني، وخاصة أنا مرضت الأيام اللي فاتت، قعدت 4 أيام بسبب تغيير الجو ده. فبننصح الناس إن هما طبعا لسه ما يصيفوش دلوقتي، ولا أنت إيه رأيك يا ماه؟ المفروض طبعا تغيير الفصول ده وقت بيبقى صعب جدا، ولازم نكون حذرين جدا، لان الجو بيبقى الصبح حاجة ويبقى بعد الظهر حاجة تانية، وبالليل تلج شتا تاني، وقمشير يظهر لسه مش عايز يفارقنا بسهولة. فاحنا معانا الدكتور احمد عبد العال، رئيس هيئة الاسراد. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بحضراتكم استاذ. اهلا يا دكتور. اهلا يا دكتور. دكتور احمد، نقدر نتوقع الجو ده هيفضل لغاية امتى؟ امشير اللي مش راضي يسيبنا ده. يعني ان شاء الله معنا هذا اليوم يبدا التحسن من غدا في الاحوال الجويه، وتنخفض فرص سقوط الامطار على السواحل الشماليه، تكون امطار خفيفه، نشاط الريح هيقل كتير، هتكون تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر على السواحل الشماليه ولا البحري والقاهره. طب يعني نقدر نقول ان الناس هتبتدي تخفف ملابسها من امتى يا فندم؟ لا لا لا، ما لا داعي لتخفيف الملابس حتى انتهاء فصل الشتاء. يعني الحرارة مش هترتفع قوي. لا لا، ما احنا 20 مارس المفروض بقى ينتهي الفصل الشتاء. لا، هو هيبقى 21 مارس ينتهي، ولكن يبدا الربيع بقى. بيبدا على فكرة الايام الاولى من الربيع بتشابه كتير فصل الشتاء، عشان كده ما زلت بقول لا داعي لتخفيف الملابس حتى تستقر الاحوال الجوية. انما مفيش موجات برد شديدة تاني ولا لسه في يعني موجه؟ هتبقى شديده، ولكن هو مع الانخفاض ويبقى في نشاط رياح فبنحس بيها انها منخفضه، لكن ما تبقاش مش هتوصل مثلا للانخفاض اللي كان بيحصل فيه الشتاء. تمام، بنشكر حضرتك جدا دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه، نشكر حضرتك. طيب نتكلم عن فقرتنا اللي جايه بقى. فقرتنا اللي جايه هتعجبكم جدا، هتعجب البنات قوي قوي قوي، عشان هتديهم احساس بالامان. أنا بلاش أحرق الفقرة، خلينا نروح لفاصل ونرجع مع ضيوفنا وفقرتنا وهننوه عنها بيه.